اللسع هو مكتوب هنا وزن الجسم وعدد اللسعات القاتلة للإنسان، فهو بيقول لك إن الطفل اللي هو عمره اللي وزنه 10 كيلو لو اتعرض ل 150 ولا 190، دي 190 لسعة، دي بتأدي ممكن تؤدي إلى وفاته. الأطفال اللي هم 30 كيلو 570 زي ما حضراتكم شايفين الأرقام. طب البالغ اللي وزنه 90 كيلو جرام لو اتعرض ل 1710 يعني بمعدل 19 لسعة لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ده ممكن يؤدي إلى وفاة الشخص. ايه؟ خمسة هتكبر يعني اف خمسة هنا تلاقي اف هنا مش هنا. أربعة هنا إذا اللوحة دي مختلفة شوية. طب مش مشكلة العرض اللي هو ده. رمز ده كده. بيه يعني؟ رمز الكاس ده. والمسطرة بقى حضرتك هتقلب يعني. ما احنا من ساعتها بنوصل. ملابس المسطرة كده تقلب مع حضرتك. ماشي. كل ما حضرتك تخلص عايز تضغط حاجة باللمسة كده. ماشي بس برجع لورا. العلاج، طرق العلاج بسم النحل، هو هناك اكتر يعني بالاطلاع على بعض البحوث فيه يعني كذا طريقة لعملية استخدام العلاج بسم النحل. الطريقة اللي مشهورة قوي عندنا في مصر اللي هو الوغز بالنحل المباشر في الأماكن المخصصة للدع، والأماكن المخصصة للدع دي أنا ممكن أقول أماكن ممكن يختلف معايا بعض الناس، لكن أنا هتكلم على أشهر الأماكن اللي بيتم فيها عملية استخدام اللسع وفي علاج بعض الأمراض المختلفة، ونذكر المرض ونستخدم ونذكر الأماكن اللسع اللي هي بيتم الاستخدام فيها. يعني طبعا هو في بعض الناس بتحتم استخدام مطهرات قبل عملية اللسع، لكن يعني احنا بنستخدم دايما عملية اللسع دي في الحقل بالقرب من المناحل، فما بيبقاش معانا لا مطهرات ولا اي حاجة، وهي عملية امنة على اساس ان هي لا بتنقل عدوى ولا فيها اي مشاكل، لكن المطهرات والمسكنات بيتم استخدامها على اساس ان هي تهدي من الم اللسعة بتاع النحلة على جسم المريض. ازاي يعني؟ هو في كذا طريقة زي ما قلنا، لكن الطريقة المشهورة جدا واللي بيستخدمها معظم العلماء، ويمكن انا يعني انا قبل ما اجي كان في بحث بلجيكي وقعدت اقرا فيه، فهم لقيتهم يعني بيستخدموا عمليه سم النحل زينا، بل هم يمكن اكثر تقدم في الدول الاوروبيه في استخدام لسع النحل، يعني زي مثلا بلجيكا، روسيا، ايطاليا، الناس دي بيستخدموا بكميات كبيره في علاج الروموتويد والروموتيزم والتهاب المفاصل وخشونه المفاصل والام العمود الفقري، كل الحاجات دي بيتم استخدام لسع النحل في علاج هذه الامراض وبيدي نتائج زي ما هنشوف. فالبرنامج المعمول به واللي احنا معظمنا بنستخدمه في مصر ان احنا بنستخدم عمليه اللسع تدريجي. تدريجي لان ممكن يعني في اليوم الاولاني ناخد لسعه واحده، اليوم الثاني ناخد اثنين، اليوم الثالث بناخد ثلاثة، حتى اليوم العاشر بناخد 10 لسعات، بتختلف حسب اختلاف المرض اللي انت بتبدأ تعالجه. أنا بتكلم على مثلا الروموتويد أو الروموتيزم. لو في روموتيزم في الجسم ومعروف والدكتور مشخصه ومعروف، أنا بستخدم هذا البرنامج اللي هو التدرج في استخدام اللسع
اليوم الاولاني لسعه واحده، اليوم الثاني اثنين، حتى اليوم العاشر بنستخدم 10 لسعات. اماكن اللسع دي انا هبينها لحضراتكم بالنسبه في الانسان. ده زي ما انتم حضراتكم شايفين، ده جسم الانسان والاجهزه بتاعته المرتبطه بالعمود الفقري او النخاع الشوكي بالانسان. العلماء لما مسكوا الانسان زي ما حضراتكم شايفين كده، معروف ان هو بينقسم الى مجموعه اجزاء، كل جزء من النخاع الشوكي بيكون التوصيل العصبي فيه خاص بجزء معين من الأجهزة أو بجهاز معين من الأجهزة داخل الجسم. عملية استخدام اللي هو اللسع التدريجي في الجسم بهذه الطريقة، لو احنا عندنا مثلا مرض الروماتيزم أو الروماتويد، بنستخدم عملية اللسع في أماكن عامة في الجسم. الأماكن العامة في الجسم هم 4 أماكن، اللي هم خلف الجسم من الذراعين، من تحت الكتف كده ومن هنا. ليه؟ لأن الضفيرة العضدية والضفيرة الرقبية الجسم الإنسان. لو في صورة تانية بينها لكم، أيوة زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الأماكن العامة في الجسم زي ما حضراتكم شايفين، في الجزء ده والجزء ده وهنا وهنا. ليه؟ ليه زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، الأعصاب بتاع الإنسان كلها بتتجمع في منطقتين. المنطقة القطنية بيخرج منها تفرعات زي ما حضراتكم شايفين للرجلين، يعني المنطقة دي والمنطقة دي مجموعة أعصاب خارجة من المنطقة دي، ولذلك أنا دايما بعالج في المنطقتين دي ودي، لأن مجموعة أعصاب كثيرة جدا بتمر من هذه المنطقة، فأنا ببدأ عملية اللسع فيها أو بستخدم عملية اللسع فيها بحيث أن كلها تأثير قوي على الجسم ككل. الجسم ككل، لان انا مش هقدر بقى مثلا واحد عنده روماتويد عنده في كل اجزاء الجسم، مش هقدر مثلا احط في الرجل وفي القدم، في قصدي في القدم وفي الذراع وفي الراس وفي في الاماكن المختلفه. فانا بختار 4 اماكن عامه زي ما حضراتكم شايفين، وببدا عمليه اللسع هنا خلف الكتف الايمن واليمين والشمال، ونفس برضو الساقين اليمين والشمال. بعملها ازاي؟ باخد اول لسعة مثلا في الطرف اليمين، اليوم الثاني في الشمال، اليوم الثاني بيبقى لسعتين، باخد واحدة في اليمين واحدة في الشمال، اليوم الثاني بيبقوا اليوم الثالث 3. بعملها عملية زجزاج بحيث الند هنا وهنا وهنا، بحيث ان الاربع الاماكن العامة بيتم فيهم عملية اللسع يوميا. عملية اللسع بالنحت بيتم فيها زي المناطق اليومية. لو رجعنا للصورة بقى اللي قبل كده، أي مشكلة في المخ أو أي إصابة في المخ زي مثلا الشلل الوجه، ربنا يكفينا وإياكم شر الأمراض يا رب إن شاء الله. أي مشكلة في العين، اي مشكله في الجيوب الانفيه، اي مشكله في هذه المنطقه، في اماكن معينه في النخاع الشوكي انا لو قرصت فيها بتوصل للايه، ده العلاج الموضعي بقى، بتوصل لهذه الاماكن. زي مثلا اي مشكله في العين او الجيوب الانفيه، بعد الاذن هنا حوالي بسنتي كده تبدا تلسع، يتم اللسع في هذه المنطقه. اي مشكله في المخ يقول لك انت تعمل تقاطع كده، ومن من الودن من هنا لهنا، دي المنطقه ديت هي المنطقه، اكبر منطقه مؤثره على المخ، بيتم عمليه اللسع فيها. طب لو في اي مشكله في الصدر، في القلب، في الرئتين، في الكلام، زي ما حضراتكم الاماكن دي هي مش احنا اللي عاملينها، لكن هي اماكن محدده
معروفة ان بيتم اللسع فيها في النخاع الشوكي في على الظهر اللي هي المنطقة اللي انا بشاور لحضراتكم عليها. جميع الاجهزة اللي هي داخل البطن الانسان او التجويف البطن للانسان زي مثلا المعدة، الكبد، البنكرياس، الامعاء، المستقيم، زي ما انتم حضراتكم شايفين المنطقة اللي فوق المنطقة القطنية بالظبط هي دي المنطقة اللي بيتم اللسع فيها بحيث ان هي تكون اقرب ما يكون للجهاز اللي انت داخل بتعالج فيه. زي مثلا لو في مشكلة في الوريد البابي مثلا بتاع الكبد هتوصل له ازاي، فهي في المناطق دي تقدر تقرص في المنطقة دي او تعرض الانسان للسعة النحل في هذه المنطقة فتصل اقرب ما يكون لهذه المشكلة او لهذه المرض اللي هي في الانسان او في اي حيوان بيتم العلاج بيه. هدي لحضرتك تعلقي ان انا عارف ان ده شغلك يعني، فان شاء الله هنستفاد من حضرتك. المنطقة القطنية بالنسبة لعملية شلل او اي خلل في الجهاز العصبي في الارجل والقدمين، يعني تبص تلاقي واحد راكب في العربية يقول لك اه والله انا حاسس ان ظهري بيوجعني من هنا، او هو واقف في الصلاة والصلاة طولت شوية يقول لك اه والله انا مش قادر اوطي، دي كل العلاج في الديسك في المنطقة القطنية دي. لو انت استخدمت لسع النحل في المنطقة دي بيدي نتائج كويسة جدا. وانا يمكن اكتر الناس اللي جربوا انا في نفسي، يعني انا بقرص نفسي في المنطقة ديت لان انا كان عندي مشكلة في الموضوع ده والحمد لله ادت نتائج. ويمكن ناس برضو، يمكن لو حد يعرف الدكتور علي مجاهد او ناس كتير جدا في المنطقة دي لانها منطقة مؤثرة جدا ودايما الناس بتشتكي في بهذه الشكوى في عملية الايه دي، بداية تأثر الغضروف في المنطقة دي بيحصل فيه زيادات فبتطلع الفقرات، بيبدأ الغضروف يتسرب بين الفقرات ويبدأ يزيد حجمه، فيجي الإنسان يتحرك يمين أو شمال بيضغط على الجهاز العصبي تبص تلاقي ليه رجل بدأت تنمل أو تقف أو حركتها تقل أو ذراع، فبتعملية اللسع مؤثرة في هذه العملية وبتدي نتائج كويسة جدا. نعم؟ ما هي النحله طالما بدات السروح يبقى تخطط عمر 18 ل 21 يوم، لكن في بعض الاوقات اللي بيحصل فيها عدد النحل السارح بيكون اقل او نكون فيه موسم عمل للنحل في الخارج يخرج بعض الشغلات اللي عمرها تقل عن 18 يوم وتخرج بحيث ان هي تساعد النحل اللي سارح ده في المحصول او ان هي تساعد الطيفة في العمل. فنادرا لما تلاقي شغالة سارحة آلة اللسع بتاعتها كمية السم فيها بسيطة يعني، او ان هي ما يحصلش عملية اللسع لها. وزي ما الدكتورة بتقول ان السم بيبدأ بمجرد تكوين آلة اللسع بس بكميات بسيطة. لكن في طريقة تانية بقى اللي بيستخدمها العلماء ودي طريقة مهمة جدا اللي هي بتعتمد على الجهاز الدوري للإنسان، ودي طريقة مهمة جدا. انا بقرص في اي مكان في الجسم وما ارتبطش بأي مكان موضعي في الجسم، يعني مثلا بعالج مثلا أي إنسان ومانش يعني مش مرتبط بأي مثلا عندي خشونة في الركبة ما أقرص في الركبة، أقرص في أي مكان في الجسم، في الذراع، في الكتف، في أي مكان. المجموعة العلماء بيقول لك إن إحنا بنعتمد في هذا الموضوع، بيقول لك طب ما أنتوا يا جماعة يعني شغالين على الجهاز العصبي، ما إحنا عندنا الجهاز الدوري. هذه المادة السامة اللي هو البروتين السام بيدخل في الجهاز الدوري وينتقل مع الدم ويبدأ عن طريق الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي. الوريد الأجوف العلوي اللي هو بيجيب من المخ وانت نازل، والوريد الأجوف السفلي اللي هو بيجيب من القدمين وباقي الجسم ويبدأوا يخشوا على الايه على القلب،
ويخشوا على حجرات القلب زي ما انتم شايفين كده. ادي الوريد الاجوف في العلوة اهو نازل منه الدم، وادي الوريد الاجوف في السفلى وطالع منه الدم، وابداوا يخشوا فين؟ على القلب، على حجرات القلب، ويبدا يدخل القلب زي ما حضرتك شايف كده الاذين والبطين، ثم يحصل ضغط للدم ويبدا يدخل فين؟ الرئتين. في الحاله دي بقى انا قرصت الشخص اللي انا بعالجه او لسحته في اي مكان، فبينتقل عن طريق الدم ويدخل عن طريق الاجوف في العلو والوريد الاجوف في السفلي. يعني بقول لك لو انت قرصته في راسه، طب ما الوريد الاجوف في العلو ده هيجيب السم ده مع الدم ويبدا يدخل القلب، ثم القلب يضخ مره اخرى الى الرئتين، ويحصل عمليه تبادل الغاز في عمليه الرئتين اللي هو اخذ الاكسجين واعطاء الدم الاكسجين، ثم يدخل القلب مره اخرى ويبدا ينقبض القلب ويوزعه برضه عن طريق الوريد الاجوف في العلو والوريد الاجوف في السفلي، ويبدا ينتشر في كل اجزاء الجسم. يبقى اذا هو هيوصل للمنطقه الايه المصابه، ده راي علماء واهلا وسهلا. لكن الفرق بين الاثنين ايه، والفرق بين الطيارين المختلفين ايه؟ ان هو التاثير الموضعي افضل بكتير من الاعتماد بنشر سم النحل عن طريق الجهاز الايه الدوري. ثم في العلاج الموضعي ليه مستين. الميزه الاولى ان انت بتنشر برضو عن طريق الدوري، لو الجهاز الدوري لو انت استخدمته موضعي، يعني انا مثلا قرصت في الركبه، طب ما انا وصلت لاقرب مكان في الركبه عن طريق الجهاز العصبي، ثم برضو هي هتعمل عن طريق الجهاز الدوري. لا هو تعقيبا بقى الحته دي، معلش يا دكتور حمدي، هو طبعا حضرتك ده كلام جميل جدا، بس هو الكتله الشرقيه زمان اللي هي روسيا وبنسلفانيا والدول الكتلة الشرقية دي كانت زمان بتشتغل بنظام اللسع المباشر في الأذرع وال يعني الأكتاف، منطقة الأكتاف زي الصورة الأولانية اللي الدكتور حمدي وراها لكم، ومنطقة الرجلين، على اعتبار إن دي فعلا الذخيرة العصبية متقسمة لجزئين اللي هو الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم. فدي كانت طريقة معتمدة وكان الناس بيشتغلوا بيها وكويسة جدا، حتى الدكتور علي مؤنس في علاج أمراض الكبد الوبائي عن طريق رفع جهاز المناعة كان بيشتغل بيلسع في منطقة الأكتاف، فده جميل. الأجمل منه بقى اللي هو الاعتماد على الدورة الدموية، لأن معروف إن خمس الدم لجسم الإنسان بيتوزع تحت الجلد، فأنا لما بلسع بالنحل فبيدخل تيار الدم على طول وبيبدأ تأثيره المباشر. بالنسبة للركبة بقى دكتور حمدي، هو العلاج الموضعي فيها حلو لسبب خصونة الركبة، احنا عندنا في مفصل الركبة اللي هي الغضروف نفسه بيحيط به سائل يسمى الصينوبيا فلويد او الغشاء الصينوبي. الغشاء الصينوبي ده في حالة خصونة الركبة، يعني ايه خصونة الركبة؟ يعني السائل ده بدأ يبقى غليظ شوية او الكثافة بتاعته تزيد، فبيجي ما بيسهلش الحركة بتاعة المفصل نفسه. انا لو لسعت في الركبه تحديدا بعمل على توارد الدم، فالجزء في الركبه بيسخن فبيأثر على لزوجه السائل، فبتقل اللزوجه وبينصب المفصل. يعني يبقى انا كده وصلت حته الخشونه في الغضاريف او المفاصل استخدم فيها اللسع، ولا سيما في الركبه اشتغل عليها على طول. لكن هو لا ضرار من ان اشتغل بتيار الدم على طول في اي حاله. اتفضل. يعني حضرتك بتأيد ايه؟ انا بايد اللي هو مع تيار الدم، لكن في حاله خشونه التفاصيل والغضاريف اشتغل باللسع المباشر. طب ما هو انا لو استخدمته موضعي في الركبه ما هيوصل تيار الدم برضه؟ طيب انا اشتغلت بالاثنين مع بعض. لا اشتغلنا بالاثنين. يعني هو عموما في كلتا الحالتين او الحالتين استخدام سم النحل مفيد جدا في علاج امراض او المشاكل الصحيه بالنسبه للانسان. في طرق تانية بقى في عمليه العلاج، ان ودي الطريقه اللي هي لا تعتمد على النحل ولكن تعتمد على المنتج الطبيعي لسم النحل من الشغال، زي عمليه الحقن من خلال الجلد، ان انا ابدا اخد سم النحل ده واحطه بتركيزات معينه، وقلنا زي ما قلنا بيكون التركيز او الدوز بالنسبه للملي اللي انا بستخدمه من في الحقن يكون تركيزه 3 من 10 من الملي جرام الجرعه بتاعته.
في اليوم الاولاني لو انا استخدمت عمليه الحق زي عمليه لسع النحل باخد ملي واحد. يعني انت بيجي لك الانبوبه فيها سم النحل زي ما حضراتكم متخيلين، شفنا التركيب العبوات بتاعته، والعبوات دي يعني موجوده في معظم دول العالم يعني منها مصر. شكرا شكرا. واحد من 10 ملي ولا بتاخد ملي؟ الملي يحتوي، الملي في السوائل بيساوي السنتي، بتاخد ملي. الملي بيحتوي على 3 من 10 ملي جرام، وبتدي اول يوم ملي، تاني يوم بتدي 2 ملي، تالت يوم بتدي 3، حتى عاشر يوم بتدي كام؟ 10 ملي، 5 و5. واخد بالك؟ تديها في كذا مكان مفيش مشكله. بعد كده بتدي راحه اسبوع وترجع تاني تستخدم عمليه اللسع 3 لسعات في اليوم. وده بتختلف حسب الحاله اللي قدام الطبيب المعالج. طبعا دلوقتي بقى فيه اطباء بيعالجوا بسم النحل ومعروفين، يعني انا مش بتكلم على اساس ان احنا نستخدم هذا الموضوع، لازم لها تقنين، يعني احنا مش عايزين نحط نفسنا احنا في اي مشكله صحيه، لكن فيه دكاتره وفي اطباء انا عارفهم كتير وفاهم هو بيشتغل ازاي وبيستخدم عمليه هذه اللسع مقننه. لكن انا بحكي لكم، يعني انا في طبيب في الحمول، لو حد حمول كفر الشيخ لو حد يسمع عنها، انا رحت زرته وبيستخدم هذا الموضوع في عمليه الامراض الروماتيزميه في الجسم، وبتدي نتائج كويسه جدا معاه، لدرجه ان هو بسم الله ما شاء الله ما عادش عارف يحوش عن نفسه ولا عن جيرانه كمان اللي جنب منه. مشهور قوي الراجل ده في الكلام ده. ايه؟ في مركز الحمول، مركز الحمول كفر الشيخ، وفي في كفر الشيخ بس لسه بادئ، لكن الراجل ده مشهور قوي، واعتقد هنا هتلاقي هنا في الغربيه. اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه محمود الاباصيري. انا مش عايز اقول بس عشان من ايه من ما يبقاش ما بين، لكن هو راجل كويس ومجتهد وشغال. لا والله انا رحت له مره شفته، واخد بالك؟ مشهور قوي الراجل ده. كل يوم 3 لسعات لمده اسبوع تاني تقريبا، في الـ في الـ في الـ في ال 10 ايام الاولانيين بيوصل 155 لسعه لو عديته. 55 لسعه، 55 لسعة، وبعد كده بتريح اسبوع وتبدا تاخد 3 لسعات في اليوم كما هو البرنامج اللي معايا يعني، لكن انا ما ذكرتوش لان ده مش شغلي ومش والله هو ادرى، لكن انا بتكلم على برنامج. احنا قلنا بطريقه الحقن، قلنا 3 برضه بالمعامله الموضعيه. المعاملة الموضعية ان انت بتعمل بيتم استخدام اقراص سكرية تحتوي على سم النحل، بتاخدها اورال او بتحطها تحت لسانك لحد ما ايه ما تذوب وتدخل عن طريق زي ما الدكتورة اسماء، عن طريق التيار الدم اللي هو ماشي في الجسم، بتبدأ تتوزع على الامام. يوجد أكثر من 24 منتج تجاري، 24 منتج حاليا، أكثر من 24 منتج تجاري يحتوي على سم النحل، بتختلف من سوليوشن أو مراهم أو انجكشن أو يعني حاجات مختلفة جدا، أو إقراص أو فيليبان أو في حاجات كتيرة جدا، منها 24 منتج ديت بيكون لها تأثير على الأمراض الروماتيزمية، خاصة الروماتيزمية في الجسم. خدين بال حضراتكم، ويمكن أنا مر عليا تجربة لعملية اللي هو الالتهاب العصب الخامس اللي هو الشلل الوجهي ده، وكان يمكن الراجل كان خد أدوية مختلفة شوية فأثرت عليه وما جابتش النتيجة المرجوة. هو دايما بيصحى يعني بعلاج الأطباء، لكن لما خد أدوية والتشخيص كان خطأ فغاب فترة يمكن سنة بدون ما يتم إرجاع الشيء لأصله كما خلقه الله سبحانه وتعالى، فبدأ يسأل
يقول لك ان في واحد في العريش الدكتور طب يا اخوانا ما فيش في كفر الشيخ ولا الغربيه ولا اسكندريه في مكان قريب، بحيث فجانا القسم فاستخدمنا معاه عمليه اللاسع، وهو يمكن الراجل كان مقاتل جدا، كان اهم حاجه عنده عايز ان ربنا يكرمه من هذا الموضوع لانه كان مؤثر عليه نفسي، وبدأنا عملية اللسح وبسم الله ما شاء الله، حتى كان عنده الجانب اللي هو فيه الشلل الوجهي، الجانب اللي هو الشمال كانت ودنه حتى ما بيقدرش يسمع بيه، لدرجة ان هو كان بيجي دايما هو بزوجته. انا بحكي لكم دي حاجة حصلت معايا انا شخصيا، ان تقول لي يا دكتور تصدق ان هو لما كان بينام على ودنه اللي بيسمع بيها ما يسمعش اي حركة حواليه في الغرفة او هو نايم، حتى لو نودهت عليه بميكروفون فبدأت بيه يوم نايم فبتتكلم، فقال لا انت عايزة ايه انت ده، بتقول لي وهي جاية بتقول لي ده بدأ يسمع بودنه يعني ودنه اللي هي مصابة بدأ يسمع. فهي هو من ضمن مكونات السم مادة الدوبامين والأبامين ونور أدرينالين، توصيل الطيارات العصبية. فبسم الله ما شاء الله، يعني من لدرجة ان هو كان الاعاقة مش عايز اقول لك 100% لانه استخدموا ادوية خطأ في هذا الموضوع، اصبح مش عايز اقول لك حوالي من 90% سليم معافي، حاجات بسيطة جدا عنده، بس بعد ما كان الحتة دي معوجة جامد بقت نغزة بس في الحتة دي، يعني لما يجي يتكلم بس تحس ان فيه مشكلة صغيرة في الحتة دي، العضلة ما بتاخدش الامر العصبي مظبوط، فما ما بتشتغلش مظبوط، لكن بسم الله ما شاء الله اتغير جدا وربنا شفاه من هذا الموضوع. مش انبول، ده الانبول فيه كتير، بيبقى فيه كتير، بس انت لما بتاخد ملي منه، هذا الملي بيحتوي على 3/10 من الملي جرام، دي الجرعه اللي احنا عايزينها. ما اعرفش، بس هي ميه وبيبقى ماده حامله وخلاص. بيدوب في الميه المقصره او ماء او محلول ملح. ما تعرضتش انا للنقطه دي لان دي تركيب شركات كيماويات بتنتج الكلام ده وبتعمله يعني. لكن البودر انت مع ماء مقطر بس مش هتقدر تظبط الجرعه. ما تعرفش انت تظبط الجرعة، يعني البودر اللي احنا طلعناه على الورق ده احنا ما نقدرش نعمله، فبنوديه لشركات ادوية بحيث ان هي بتقيس او بتقيس كمية السم اللي موجود في الجرعة وتظبطه، بحيث ان مثلا لو انت تاخد ملي واحد من الانبول، هذا الملي يحتوي على 3/10 من الملي جرام من سم النحل، بتحقنه في المريض بيكون طبيعي جدا، لكن احنا لو شغلنا احنا من نفسنا كنحالين ممكن تحصل مشكلة، ممكن انا بس في ملي واحد اديله 20-30 ملي جرام يؤدي الى موته، او ان هو يعمل له حساسية، او ان هو يعمل له مشكلة صحية، احنا ملناش دعوة بالايه بهذا الموضوع يعني. طب سؤال صغير حضرتك، هو لما بحقنه بيعمل نفس تورم النحلة قرص النحلة؟ نفس الموضوع. في بعض الدراسات بقى اللي هندخل في الكلام الجد بقى في هذا الموضوع، الأمراض اللي هي تعالج بسم النحل، أول مرض اللي هو إصابة المفاصل بالروماتيزم والحمى الروماتيزمية، ثبت بالتجارب إن معظم الناس اللي هم يصابون بلدغ النحل او بسم النحل من النحالين، يعني دايما تلاقي النحالين اللي بيشتغلوا في النحل او الناس اللي بتتعرض للسع النحل، واخد بال حضرتك، اقل الناس عرضة للاصابة بالحمى الروماتيزمية او الروماتويد او الروماتيزم، وبناء على هذا العمل بدأوا يفكروا ليه الناس، حتى الناس في إيران، يعني احنا كان عندنا الخبير اللي كان عندنا من ألاسكا والأماكن دي، إيران مشهورة قوي بالشغل في مجال نحل العسل وتربية، قصدي روسيا مشهورة قوي باستخدام بتربية النحل وإنتاج العسل وسم النحل، يمكن هي أكبر دولة
ذات تأثير في استخدام سم النحل وعلاج أمراض المستعصية كمان على الطب العادي، بيستخدموه في عملية الروماتويد والروماتيزم والحمى الروماتيزمية في سم النحل. برضو المرض اللي هو الثاني اللي هو علاج التهاب الأعصاب، واخدين بال حضراتكم، وده برضو بيتم باستخدامه باللسع المباشر او ان احنا نستخدم الحقن اللي احنا قلنا عليه في منتجات في سم النحل اللي هو مصنع وكده، او اللي هما بيتم الشركات بتنتجه وكده.